الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مشارك في مدينة الرباط عبد الطيف ايت منصور، جيت بالبام ديالي درت شو دريفت هنايا في مدينة جديدة. هو ديالي انا ميكانيك في اصل ديالي، وتنصاوب السيارة ديالي بوحدي، وهادشي حبا في هاد الرياضة فهمتيني. اصلا ميكانيك، هذا ميكانيك اذا تبغي سباق السيارات ولا بحال هكا. جيت اخي من ركومو السباق الاخير ديال ريد بول كار بارك دوزيام المغرب، جيت في واحد الايفيرمو تيديرو في الرباط كروما كاي، مشيت في خومي، جيت في كازا تخوازيام. المهم ديما الحمد لله بوديوم، و طموحاتي هي نزيد شويه بهاد الرياضه القدام، وشويه ديال الدعم وهذا من المسؤولين. تشوف هاد الرياضه عندها اقبال على المستوى الوطني؟ دابا عندها اقبال، تجي تشوف دابا بهاد السنوات، واحد ثلاث سنوات اربع سنوات دابا عندها اقبال، كانت في الامم معروفه، دابا ولات معروفه بان كنمشيو كل خطره للمدينه وتنبينوا بان هذه الرياضه بانها راه خصها تكون في السيرك، ما خصهاش تكون في الزنقه، وخص تكون مقننه. واش اي واحد عادي يقدر يمارس هذه، ولا كتشوفها بانها مكلفه شيئا ما؟ هي مكلفه، هي مكلفه، وحنا اصلا ما قديناش على عرض تنتقاتلوا وصافي على بياس وهذا. عندها افق على مستوى الجامعه؟ عندها افق، حيت ما كانتش شحال هذه، ما كانتش معترفه بها من الجامعه الملكيه سباق السيارات، ولكن الان معترفه، هذه واحد السنه دابا معترفه بها، وغادي معنا بشويه بشويه ايطاب ايطاب وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.